ألو 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 يا رودي، ألو 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 رودين، ألو 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 فينك يا رضي؟ هلا، بس بعدين أنا عمالة أقول ألو وبعتلك وبعتلك على الشات، أنت فين؟ أنا بعتلك كتير، شفت الشات؟ بعتلك على الشات وبعتلك على الواتساب، عمال اقول الو 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 الو، مش سامعين. انت قافله المايك بتاعك وعمال اقول لك الو، افتحي المايك. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله ايه اخبارك يا رضاي؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله. انا زعلانه منك بقى ليه؟ عشان بعتلي الهوم ورك النهارده، ينفع؟ أنا كنت مفكرة إن أنا بعت لا، مش احنا قايلين الواجب لازم يتبعت قبل الحصه بيوم، صح ولا لا؟ صح. ماشي، يلا نبدأ. النهارده الدرس بتاعنا سهل جدا جدا جدا، بس نبدأ الأول نفتكر احنا خدنا المرة اللي فاتت مين؟ العامل والمضاعف، وعارفين المضاعف بنجيبه ازاي؟ ايه يلا بينا نحل مسألة بسرعة قبل ما نبدأ في الدرس الجديد. معايا؟ ايه فايقة ولا مش فايقة؟ ها؟ ده فين؟ طب يلا بينا، احنا خدنا المرة اللي فاتت المضاعف، هنحل مسألة واحدة بس عليها وبعد كده نبتدي، اتفقنا يا يمين؟ اتفقنا. يلا بينا، أول لما تقولي لي ابدأ هنبدأ. ماشي يا قمر؟ ماشي، هو بيفتح اهو. يلا هبدأ. ابدأ. يلا، المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3 و5، مين هم بقى المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3 و5؟ 16. 15. برافو عليك، شطورة. السؤال اللي بعد، ناخد سؤال تاني، ناخد سؤال تاني أخير. ماشي، ده آخر حاجة على المضاعف. نبدأ نبدأ. ناخد ده اهو. بص يا ستي، بعد ده، لا هو نفس السؤال، لا احنا عايزين واحد تاني. النهارده هناخد دايما حاجة اسمها الأعداد الصحيحة، حاجة اسمها الأعداد الإيه؟ صحيح. ماشي، أنا هوريها لك الأول، بس احنا عندنا الأعداد العادية. إيه هي الأعداد بتاعتنا يا رودين؟ الثلاثة، اثنين، ماشي، خمسة. 1 و2 و3 و4 و5. طب تعالي كده الأول أشرحها لك على الوش وبعدين نحل عليها، اتفقنا؟ تعالي كده نشرحها. بص يا ستي، احنا خدنا إن احنا في حاجة عندنا، استنى نعمل ستوب شير الأول.
نشرح وبعدين نحل المسألة بتاعتنا، اتفقنا؟ احنا خدنا الأول أصغر حاجة عندنا في الأعداد، إيه هي الأعداد بتاعتنا؟ إيه هي الأعداد بتاعتنا أصلا؟ قوليهم لي. واحد والاثنين والاثنين وثلاثة والأربعة والخمسة واحد المال. ماشي، الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، دول كان اسمهم إيه بقى؟ كان عندنا اسمهم أعداد العد. كانوا إيه هم أعداد العد؟ كنا بنسميهم سنة خمسة السنة اللي فاتت أعداد العد. إيه هم أعداد العد؟ الواحد والاثنين والاثنين والثلاثة. والأربعة والخمسة والستة. طب برافو عليك، شطورة، برافو. طب جه بقى الصفر وقال لنا إيه ده؟ وأنا ماليش لازمة ولا إيه؟ مش واخديني ليه معاكم؟ فجه الصفر دخل ما بينهم وحشر نفسه فيهم، فبقى عندنا مين؟ الصفر والواحد والاثنين والثلاثة وهكذا، وأصغر عدد عندنا كان اسمه الصفر. فقلنا ما مش هنسميهم أعداد العد، هنسميهم الأعداد الطبيعية، هنسميهم الأعداد مين؟ طبيعية يبقى أصغر حاجة عندي اسمها أعداد مين؟ لا الطبيعية لا، أصغر حاجة خالص العد. العد دول اللي هم مين؟ من واحد لغاية واحد اتنين تلاتة. يبقى أربعة أصغر عدد في أعداد العد كان هو مين؟ الواحد. كبر شوية بقى اسمه أعداد مين؟ الطبيعية بس كده، يبقى أنا عندي بيبي، البيبي هو صغنن اسمه أعداد العد، ده البيبي هو صغنن. كبر شوية راح واكل مين؟ كل الصفر. طب قال لك لا، ده زي ما في حاجة اسمها مكسب في حاجة اسمها خسارة، مش انتي بتاخدي كل يوم مصروف؟ فبتحوشي ولا مش بتحوشي؟ بحاول طب الفلوس اللي معاكي دي بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد طب لو انا انت مثلا انت محوشه مثلا 10 جنيه وانا جيت قلت لك لا هاتي ال 10 جنيه دي، كده الفلوس اللي معاكي قلت ولا زادت؟ قلت يعني عشان انا سحبت منك. فجي قال لا، ده زي ما في مكسب في خساره، زي ما في انا اشتريت في حاجه اسمها انا بعت، فزي ما في عدد موجب في عدد ايه؟ سالب. زي ما في اتنين، يعني انا مثلا كسبت اتنين، طب لو انا خسرت اتنين تبقى يبقى أعداد سلبية. الاعداد السالبه. برافو عليك. فجي قال لا، ده زي ما في اعداد موجبه في اعداد سالبه، زي ما في واحد في سالب واحد، زي ما في اتنين في سالب اتنين، زي ما في تلاته في اسمها ايه؟ سالب ايه تلاته. وده اسمه ايه؟ اسمه العدد ومعكوسه، اسمه العدد وايه؟ معكوس خلاص كده اتفقنا. يبقى اصغر حاجه عندنا اسمها مين؟ عدد مين؟ عد ايه هما؟ بيهم لي بيبدأ من ايه اعداد العد؟ واحد لحد ما لا نهاية، اسمها ما لا نهاية، اسمها ما لا نهاية. طب كبر شوية البيبي وبقى ياكل، كل مين؟ الصفر الصفر. بقى اسمه الاعداد مين؟ أعداد الطبيعي طبيعية. يبقى عندي لما كبر شوية بقى الاعداد الطبيعية. طيب كبر اكتر بقال لك انا فيا موجب وفيا سالب، بقى اسمه الاعداد مين؟ أعداد ال ما الصحيحة اسمها الايه؟ صحيح اسمها الاعداد الصحيحة. وهنكبر اكتر واكتر، الاعداد الصحيحة دي عبارة عن الموجب والسالب والصفر. طب هو الصفر موجب ولا سالب؟ أيوة صفر ولا موجب ولا ثاني برافو عليك شطورة، برافو. الصفر ولا موجب ولا سالب، الصفر هو لوحده كده، قال لك وانا مع الموجب ولا مع السالب. هنكبر اكتر بقى، وكل دي اسمها الاعداد النسبية، كل دي اسمها الاعداد الايه؟ نسبيا هي مثل الأعداد النسبية دي، الأعداد النسبية عبارة عن أي رقم من اللي إحنا قلناه، يعني عبارة عن أعداد عد، أعداد طبيعية، أعداد صحيحة، كل دول أعداد نسبية. بلس إيه بقى؟ إضافة إلى إيه؟ أي عدد نسبي. يعني إيه مثل نسبي؟ يعني بسط ومقام. زي مثلا واحد على التلاتة ده اسمه عدد نسبي، خمسة على الستة ده اسمه عدد نسبي. زي مثلا الكسور اتنين ونص، طب اتنين ونص ده عدد صحيح ولا عدد نسبي؟ كده نص عدد نسبي نسبي. طب ايه هو العدد الصحيح؟ العدد الصحيح عدد صريح، 3 4 5 6، وممكن كمان يبقى سالب. طب نيجي نشوف الاول الكتابه بتاعتنا، يعني نشوف الاول ونحل مسائل عليها. يبقى اصغر حاجه عندي مين؟ مين يا روزي؟ أصغر حاجة اللي هي أعداد العدد الأعداد اعداد العد، اسمها اعداد العد، اسمها اعداد مين؟ العد تمام. بعد كده كبرنا شويه وبقينا مين؟ أعداد طبيعية طيب برافو عليك. الأعداد الطبيعية أصغر عدد طبيعي هو مين؟ أصغر عدد طبيعي هو الصفر صفر. برافو عليك. كبرنا أكتر بقينا معانا مين؟ أعداد بقى عدد موجبة وكده اسمها إيه بقى؟ اسمها الأعداد الصحيحة. اسمها الأعداد إيه يا كوكو؟ صحيح الأعداد الصحيحة. طيب طيب بعد كده كبرنا أكتر وبقينا الأعداد مين؟ إيه النسبية. الأعداد مين؟ نسبية
خلاص كده لما كبرنا اكتر بقينا الاعداد النسبيه. طب يا ميس في اعداد تاني؟ اه ان شاء الله السنه الجايه والسنه اللي بعدها هتاخدي ان في حاجه اسمها اعداد غير نسبيه، زي ما في اعداد غير نسبيه في النهايه خالص في حاجه اسمها اعداد حقيقيه، دي بقى ان شاء الله في تانية اعدادي باذن الله يا رودي. خلاص كده يلا بينا نشوف. اول حاجه انا هكبر لك الشاشه وقولي لي تمام. تمام اوكي اوكي تمام كده كبيره معاكي ايوه شايفاه. تمام. يلا يبقى اول حاجه نبدا. اول حاجه قلنا اعداد مين العدد؟ اعداد العد هي الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والستة لحد الثمانية نهاية. برافو عليكي. طب كبرنا اكتر بقى معانا الصفر، بقى اسمنا ايه؟ الاعداد الطبيعية الاعداد الطبيعيه اللي هي الصفر والواحد والاثنين. كبرنا اكتر بقى اللي هي الاعداد مين؟ الصحيحة. الصحيحه. الاعداد الصحيحه اهي، الاعداد الصحيحه فوق عندي عباره عن ايه بقى الاعداد الصحيحه؟ الأعداد الصحيحة هي بتتكون من قلنا من موجب وايه؟ وسالب. موجب وسالب، عبارة عن أعداد موجبة وأعداد ايه؟ أعداد فيها الموجب جه قال لنا زي ما فيها الموجب فيها السالب، زي ما فيها المكسب فيها الخسارة، زي ما فيها المكسب فيها الايه؟ الخسارة خلاص كده اتفقنا؟ طيب طب الصفر موجب ولا سالب؟ الصفر مش موجب ومش سالب برافو عليك، ولا موجب ولا سالب، الصفر مش موجب ولا ايه؟ ولا سالب. طب تعالي كده نشوف، تعالي نمسح دي الاول اهي. يبقى عندي اول حاجه اعداد العدد واحد اتنين تلاته. طب الطبيعيه نبدا من الصفر. طب الاعداد الصحيحه عباره عن مين؟ الموجب والايه والسالب بلس مين؟ بلس الصفر. طب الصفر موجب ولا سالب؟ ليس جمع وليس طب هسالك كام سؤال كده وتجاوبهم لي بصراحه، اتفقنا؟ لما اجي اقول لك انت خسرتي 5 جنيه يبقى تقولي لي سالب 5 ولا موجب 5؟ سالب 5. طيب اجي اقول لك انت كسبتي 10 جنيه يبقى تقولي لي ايه؟ موجب 10. موجب 10. طب اجي اقول لك انت خطستي تحت سطح الارض، لما اجي اقول تحت سطح الارض يعني ايه؟ تحت سطح الارض يعني تحت، يعني نزلتي تحت، يعني هتقولي الثمانية دي تحت سطح الارض 8 امتار، تقوليها بالسالب ولا تقوليها بالموجب؟ بالسالب، يعني تحت سطح الارض يبقى بالسالب، تحت سطح الارض يبقى بالايه؟ بالسالب. طب لو قلت لك فوق سطح الارض سالب ولا موجب؟ من موجب. موجب. برافو عليكي شطوره. طب لما اجي اقول لك احنا قلنا خساره ومكسب، اشتريتي، اشتريتي ده موجب ولا سالب؟ موجب. زودتي الحاجه اللي عندك يبقى موجب. خلاص كده خسرنا يبقى سالب، خسرنا يبقى ايه؟ سالب. سالب. يلا نحل، تيجي نحل يلا مع بعض شويه اسئله. يلا نبتدي بأول سؤال. بيقول لك إيه أول سؤال؟ اكتب عددا صحيحا يمثل المواقف. يلا أول واحد بيقول لك إيه؟ يلا قري معايا يا رودي. درجة الحرارة تحت الصفر في 13 درجة، 13 سالب، سالب 13. يبقى سالب، سالب 13. استني كده ثواني أعدل القلم. يبقى عندنا سالب 13 عشان قال لي إيه كلمة إيه؟ كلمة تحت، عشان قال لي كلمة إيه؟ تحت. طب تاني حاجة لما اجي اقول لك ارتفاع يبقى دي سالب 13. تاني واحدة ارتفاع شجرة، اه ده قال لي ارتفاع يعني طالع لفوق. طب ارتفاع ده سالب ولا موجب؟ 5 بس. 5 بس. برافو عليكي شطورة. طب نيجي تاني واحدة قال لي برضو ارتفاع مدرسة، ارتفاع يعني طالع لفوق، موجب ولا سالب؟ 20 بس. يبقى كام؟ 20 بس. برافو عليكي شطورة. طب يلا السؤال اللي بعده. غواص نزل تحت المية، اه الميس كانت قايلة لنا تحت المية يعني ايه بقى؟ 10 سالب، بس سالب لا 10. ما ينفعش نقولها كده، بنقول سالب 10، يعني نحط السالب الأول ونقرا نقول سالب 10. خلاص كده. طب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ تاجر خسر 25 جنيه. اه ده خسر عين، يا خسارة. هتبقى كام؟ سالب 25. سالب 25. برافو عليك. يلا السؤال اللي بعده. بئر قال لي ايه؟ قال لي ايه كلمة، الكلمة اللي جنب بئر دي ايه اسمها ايه؟ سالب 15. برافو عليك، سالب 15 عشان قال لي كلمة تحت، شطورة. طب اللي بعدها، اه الميس قايله لنا ارتفاع، ارتفاع يعني ايه؟ يعني 120. لا احنا مش في 120، احنا في اللي قبلها، ارتفاع مبنى 35 متر اهي.
35 تبقى يعني خمسة الموجب وتلاتين 35 بس. طب يا ميس مش هنكتب الموجب؟ لا، ما الموجب ما بيتكتبش. الموجب بيتكتب ولا مش بيتكتب؟ مش بتكتب، ها؟ ما فيش الو، حاجة كده بيتكتب 35 بس. بس برافو عليك. طب غواصة تحت سطح المحيط هنكتبها ايه؟ 120 سالب 120. ايوه كده، ما تزعلينيش منك، يبقى اقول سالب 120. طب السؤال اللي بعده، تاجر خسر 75، خسر خمسة سالب 75. سالب 75. برافو شطورة. طب السؤال اللي بعده، تاجر قال لي ايه؟ كسب يا ميس، يبقى ايه كسب؟ ثلاثة 63 موجب ولا سالب؟ بالموجب يعني، مش هنكتب. برافو عليكي، خلاص كده فهمنا، فهمنا النقطة دي فيها حاجة. لا طب انتي عارفة بترسمي خط الأعداد ازاي؟ هنيجي بقى ناخد خط الأعداد. خط الأعداد بيبقى خط طويل كده، في النص لازم أحط الصفر، في النص هنا أحط مين؟ الصفر. الصفر. طب أنا ماشية كده، ماشية يمين تبع السنة. اه الميس كانت قايلة لنا تبع السنة الأعداد دي بتبقى ايه؟ موجب ولا سالب؟ موجبة موجبة. طب ماشية شمال تبقى ايه؟ سالبة. سالبة، يعني الناحية دي سالب والناحية دي ايه؟ موجب. طب نيجي نشوف، اه كل ما بمشي كده كل ما بتزيد. طب كل ما بمشي كده بتزيد ولا بتقل؟ بتقل بتقل. طب هسألك سؤال كده ولو جاوبتيه هتبقي شطورة قوي. لو قلت لك السالب واحد أكبر ولا الخمسة؟ قوليلي مين؟ سالب خمسة ولا خمسة بس؟ لا خمسة بس، أنا ما قلتش سالب. خمسة الخمسة ليه؟ عشان الخمسة مالها؟ موجبة. موجبة، فالأعداد الموجبة أكبر من الأعداد مين؟ السالبة. يبقى الأعداد الموجبة أكبر من الأعداد مين؟ السالبة. طب لو حطيت هنا سالب تقولي لي سالب واحد ولا سالب خمسة؟ سالب السالب واحد. واحد ليه بقى؟ تعرفي تقولي لي ليه؟ عشان لما بنيجي ناحية الشمال أكتر كل ما الأعداد بتقل. بتقل كل ما بنمشي كده. الميس ياسمين كانت قايله لنا كل ما نمشي كده كل ما العدد ما بتقل. يعني يا ميس هو السالب واحد بيجي الاول ولا السالب خمسه؟ لا يا ميس، السالب واحد بيجي الاول بعدين بيجي السالب خمسه، يبقى هنا السالب واحد هو اللي اكبر. يبقى في السوالب العكس، في السوالب بنعمل ايه؟ بناخد العكس. بناخد ايه يا كوكو؟ العد العكس. خلاص كده ندخل على السؤال اللي بعده. يلا طيب نيجي بقى نمثلها على خط الاعداد. احنا قلنا اه الميس كانت قايله لنا كده موجب وكده سالب. طب تعالي كده ادي خط الاعداد اهو. قلنا لو انا عايزه اصغر عدد صحيح موجب، مين هو اصغر عدد صحيح موجب؟ هو مين؟ عشان السؤال ده بيجي كتير في الامتحان، يقول لك اصغر عدد صحيح موجب، اصغر عدد صحيح هو مين؟ الواحد الواحد. طب ليه يا ميس ما قلناش الصفر؟ عشان قال لي هنا كلمة ايه؟ موجب، واحنا قايلين الصفر موجب ولا سالب؟ مش موجب ومش سالب. برافو عليك. طب لو قلت لك اكبر عدد صحيح سالب هنقول مين؟ سالب واحد. بس كده، عشان السؤال ده برضو بيجي في الامتحان كتير، يبقى السؤالين دول بيجوا في الامتحان اكمل او اختيار. خلاص كده يبقى اكبر عدد صحيح سالب، اه الميس قالت لنا سالب واحد، عشان كل ما بنمشي كده كل ما بيقل، يبقى اكبر واحد فيهم هو السالب واحد. طب تعالي هنا نكتب العدد اللي بيمثل كل رمز. يلا بينا، يلا انا عايزه هنا الايه. فين الايه هنا؟ فين الايه؟ اهي الايه. الايه هنا ما بين مين وما بين مين يا رودي؟ ما بين الاثنين وما بين الأربعة مين اللي ما بين الاثنين والاربعه؟ الثلاثة. ثلاثة. برافو عليك. طب انا عايزه هنا السي، فين السي؟ تعالي ندور على السي. اهي السي، اهي السي هنا. طب السي هنا ما بين مين وما بين مين؟ سالب خمسة هتبقى سالب خمسة. برافو عليكي شطوره جميله. طب انا عايزه هنا الاي، فين الاي؟ الاي هنا اهي، ما بين مين وما بين مين؟ الصفر والكام؟ واحد الواحد. شطوره برافو عليك. طب انا عايزه هنا البي، اه البي الميس هنا حطاه هنا، يبقى البي ده مين؟ سالب اثنين. سالب اتنين. برافو عليك. طب انا عايزه هنا طالبه مين؟ طالب مني الدي، فين الدي؟ تعالي ندور عليه اهي. الدي هنا بعد مين يا روزي؟ خمسة خمسة خمسة. برافو. طب الاف اللي جنبها تبقى كام؟ ستة. برافو عليك شاطر، خمسة من خمسة يا عسل، عشان جاوبتي كله صح. يلا السؤال التاني انا مش هساعدك فيه، انا هسألك بس. ماشي ماشي نبدأ بواحد عايز البي، فين البي؟ البي هنا اهي. طب ايه يا ميس انا هعمل ايه؟ ما انت مش مدياني ارقام خالص، ايوه بس مش مدياني ايه؟
ما هما فعلا مش عايزين ارقام. بس مديني هنا في النص مين؟ صفر صفر. طب انا هكتب الارقام اللي بعد الصفر، ادي بيمشي البوينت. ايه؟ واحد هل ولا انت، بيمشي اتنين ولا بيمشي بالتلاتة ولا؟ لا انا عايزاكي بقى تبقي عارفه حاجه زي كده، انا برسم خط الاعداد اهو يا رودي، تمام؟ انا بحط في النص مين؟ تلاتة وبيبقى في اللي بيمشي بخمسة وبيبقى اللي في بيمشي بواحد. لا اهم حاجه لازم ابدا من هنا ومن هنا، ابدا من هنا بالواحد بعد الصفر بالواحد، يعني هنا واحد. طب ابدا من هنا بعد الصفر بسالب ايه؟ واحد. لا تاني يا ميس، اشرحي لنا دي تاني، احنا عايزين بقى نجيب ورقه حلوه كده فاضيه عشان لازم نعرف خط الاعداد بيترسم ازاي. جبنا صفحه فاضيه، يلا بينا. معاكي ايوه ورقه؟ ايوه يلا ادي خط الاعداد اهو يا روجي، يلا نرسم خط الاعداد اهو، انا رسمته. في النص هنا بنحط مين؟ الصفر. الزيرو اللي هو الصفر. طب من الناحيه دي الميس كانت قايله لنا كده موجب وكده ايه سالب، كده احط الاعداد موجب وكده. طب هنا الموجب هنبدا بمين؟ الموجب هنبدأ بالواحد، بس يبقى واحد. بعد كده، اتنين، بعد كده، تلاتة، بعد كده، أربعة، بعد كده. ستة، لا بعد الأربعة ستة. بعد الأربعة كام؟ خمسة، خمسة. خمسة. ماشي يلا. طب هنا يا ميس الأعداد السالبة نبدأ بمين يا ميس؟ قلنا بعد الصفر نبدأ بالواحد على طول. طب هنا سالبة يبقى أقول سالب إيه يا رودي؟ سالب واحد، بعد كده، سالب اتنين، بعد كده، سالب تلاتة، بعد كده. سالب أربعة. بس أهو، يعني أنا لو رسمت خط كده وحطيت لك هنا الزيرو وحطيت لك نقطة اتنين تلاتة أربعة، وحطيت لك هنا نقطة اتنين تلاتة أربعة، مش هتعرفي تكتبي لي الأرقام بتاعتهم؟ لا هعرف. طيب بس عشان كده بقول لك سهل. يلا هكتب هنا في أول نقطة كام؟ أول نقطة هنا هعمل إيه؟ معايا؟ ألو رودين، ألو 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 رودين، ألو معايا؟ ايه رحتي فين؟ كان في بس ألو حد كان في حد بس بيتصل. ماشي يا ستي ولا يهمك، يلا بينا. يلا يلا بينا. بعد الصفر هنا هنقول ايه يا رودين؟ صفر واحد، واحد. بعد كده، اثنين، بعد كده، ثلاثة، بعد كده. أربعة. بس عرفنا ولا معرفناش؟ عرفتها. طب يلا الناحية التانية، سالب سالب ايه؟ واحد، ماشي. بعد كده، سالب اثنين، بعد كده، سالب ثلاثة، بعد كده. سالب أربعة. طب لو رسمت لك كده وعملت لك هنا زيرو، رحت عامله لك كده، واحد اتنين تلاتة، سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة. اعملي لي دايرة على التلاتة، فين التلاتة يا ميس؟ اهي. فين بقى معكوسها؟ فين العدد اللي بيعكسها؟ سالب ثلاثة. بس كده يبقى ده العدد ومعكوس. اه يا ميس المس كانت قايله لنا العدد 3 يبقى معكوس وسالب ايه؟ 3. طب لو قلت لك العدد سالب 1 يبقى معكوسه مين؟ واحد، 1. برافو عليكي. يعني لو انا قلت 5 يبقى معكوسها ايه؟ سالب ايه؟ خمسة، سالب خمسة، طب لو قلت لك سالب 6 يبقى معكوسها ايه؟ ست، 6. بس خلاص كده اتفقنا؟ يلا نحل اتفقنا. بقى، يلا نرجع بقى نحل، هنعرف نحل ولا مش هنعرف؟ تمام. يلا بينا نحل، يلا نرجع اهو للسؤال بتاعنا. اهو يا ستي احنا كنا في النقطة التانية، اهو ادي خط الأعداد اهو، وادي هنا الزيرو اهو. يعني نبدأ الأول بالحاجات الصغيرة. عايز الام، هنا الام هتبقى بكام؟ اهي الام. واحد، برافو عليكي شطورة. طيب هتجيبي مين بعدها؟ السي هتبقى بثلاثة. برافو شطر. شفتي بقى سهلة ولا صعبة؟
والار بخمسة. برافو. سهلة بقى ولا صعبة؟ سهل. يلا هتجيبي هنا مين الأول؟ الاتش بسالب اتنين. لا بس اهو الاتنين اهو يا ميس، سالب اتنين. طب الاس؟ الاس سالب اربعة، بس كده سالب اربعة. طب البي؟ سالب خمسة. بس سهلة ولا صعبة؟ سهل. برافو عليكي، وديكي شطورة وحلتيها. يلا نخش على اللي بعده. ماشي. عدد احنا لسه قايلين المتعاكس. يعني ايه المتعاكس يا ميس؟ يعني الاعداد المتعاكسه يعني المعكوس، المعكوس الجمعي. احنا لسه قايلين المعكوس يعني ثلاثة، معكوسها هو ايه بقى؟ سالب ثلاثة. برافو عليك، يبقى معكوس العدد بنغير الاشاره. يعني لو ما فيش سالب يا ميس نحط سالب، طب لو في سالب بنشيل الايه السالب. يعني لو قلت لك خمسة قلنا نقولها سالب ايه؟ سالب خمسة. طب لو سالب سبعة يبقى معكوسها ايه؟ سبعة. طب يلا نحل اهو، سبعة معكوسها ايه؟ سالب سبعة. طب تسعة معكوسها ايه؟ سالب تسعة. طب لو سالب ستة معكوسها سالب ست. ستة بس. طب لو سالب خمسة معكوسها خمس. خمسة بس. يلا نحل، يلا يلا 6 درجات اهم. يلا هتبدأي بأني واحدة فيهم؟ بواحد واحد. يلا قولي لي هتكتبي ايه؟ هتبقى 35. 35 من غير السالب. ماشي يلا. اللي تحتها 13 هتبقى كام؟ سالب 13. سالب 13. برافو عليكي، سهل صح؟ طب الستة معكوسها سالب 6. سالب 6. الدرسين دول سهلين، الوحدة دي كلها أصلا سهلة جدا. يلا 98 معكوسها، سالب 98 برافو عليك، سالب 98. طب سالب 8، هتبقى 8. 8 بس يا ميس من غير السالب. طب سالب 32 هتبقى 32 بس. هتبقى 32 بس. برافو عليك شطورة، خدتي 6 من 6. ايه الشطارة دي النهاردة؟ برافو عليك، وانا نسيت اقول لك صح، برافو عليكي على الامتحانين اللي انت حلتيهم، ان انت مقفلاهم شطورة، انا مبسوطة منك. بصي بقى، عايزين ناخد العدد السابق والعدد التالي. الحاجات دي ميس بتاعت ابتدائي، بتاعت ابتدائي، بس احنا عندنا في اعداد سالبه. يعني ايه السابق؟ يعني اللي بيجي قبله. يعني السابق يعني الصغير، ابقى عارفه كده. السابق يعني اختار الصغير، طب التالي اختار مين؟ الكبير. يعني هنا مثلا الاربعه، مين اللي بيجي قبل الاربعه؟ الثلاثة، مين اللي بيجي بعدها؟ الخمسة، طب السالب ثلاثه، مين اللي بيجي قبلها؟ يعني السبعة. يعني السابق ليها يبقى ايه يا ميس؟ مش السابق لسالب ثلاثة، المفروض سالب اتنين. لا احنا هنا قلنا في السابق بنختار مين؟ الصغير. طب هي السالب اتنين اصغر من السالب ثلاثة؟ لا يا ميس، المفروض اللي اصغر من السالب ثلاثة السالب مين؟ أربعة. أربعة. طب مين اللي أكبر منها؟ السالب مين؟ يلا نحل انت دي، الخمسة. مين اللي أصغر منها؟ مين السابق ليها؟ الأربعة، برافو شطورة. طب مين التالي؟ مين اللي بيجي بعدها؟ الست، برافو. طب هنا بقى السالب سبعة، مين السابق ليها؟ السالب ست. ما هنا، ما هي دي النقطة اللي أنا قلتها، هو السالب ستة هتبقى أصغر من السالب سبعة؟ مش احنا قلنا السابق بيبقى الصغير؟ مش قلنا في السوالب كل ما بنمشي كده كل ما بنقل؟ ثمانية. يبقى سالب كام؟ ثمانية. أيوه كده. طب مين التالي؟ مين اللي بيجي بعدها؟ سالب ست. ايوه كده، برافو عليك. خلاص مش فاهمه يا ميس، فاهماها ولا مش فاهماها؟ فاهمة. ادي سالب سبعة، اللي بيجي قبلها بنعتبره من الناحيه دي مش من الناحيه دي، عشان كل ما بنمشي كده كل ما بنقل، يبقى كده سالب 8. طب انا عايزه التالي ليها، التالي ليها يبقى سالب 6. خلاص كده اللي هو الكبير. طب هنا سالب واحد. لازم الصفر. لا برضو احنا قلنا السابق اللي اقل، مين اللي اقل من سالب واحد؟ سالب اثنين. ايوه كده. مين اللي اكبر من سالب واحد؟ اي من اكبر سالب واحد الصفر او الواحد. لا هو الصفر، هو بناخد اللي بعده على طول، عشان هنا عايز العدد، عايز عدد واحد، عايز العدد التاني، يبقى الكام؟ الصفر. خلاص كده فهمنا؟
طب تيجي نحل مسألة كده وبعدين نرجع تاني للحاجات دي. ماشي. يلا بينا، استني هجيبها لك. لو حاجة مش فاهماها قولي. معلش عشان النهارده العدد ومعكوس. ماشي. ماشي. يلا بينا ناخد العدد ومعكوس. أول لما تقولي لي جاهزة جاهزة. ماشي. ماشي. جاهز. أبدأ. يلا أيوة. يلا. بيقولك ما هي معكوس سهل بثلاثة. معكوسة مين؟ ثلاثة. ثلاثة. برافو شطورة. عايزة العدد اللي معكوس أربعة. سالب أربعة هتبقى ب برافو باء. برافو عليكي شاطرة. السؤال اللي بقى، إيه أكبر عدد في دول؟ أنا عايزة أكبر واحد. مين أكبر عدد في دول؟ واحد. الواحد. شاطرة برافو. معلش سوري. ما هو العدد الأصغر؟ أصغر واحد في دول مين؟ الموجب أصغر ولا السالب؟ 16. سالب 10. شطورة برافو عليكي. يلا السؤال اللي بعده، ما هو العدد الأكبر؟ عايزة أكبر واحد في دول. خمسة. الخمسة. شاطرة. يلا السؤال اللي بعد، عايزة أصغر واحد في دول. خلي بالك في رقمين سالب. ها شوفي هتختاري مين ما بينهم. سالب 9. برافو شاطرة. برافو عليكي شطورة. كده جبتي 6 من 6. برافو عليكي. واحدة تاني بقى. شاطر شطورة. ناخد مسألة تانية. ماشي. يلا بينا. الدرس سهل بتاع النهاردة أوي صح؟ أوي. أوي أوي. واللي جاي أسهل برضه. هي الوحدة دي كلها خلي بالك سهلة جدا، فما تقلقيش منها. نحل ده. يلا يا ستي نبدأ. أكبر الشاشة عشان نبدأ. يلا، خسارة أمير 16 نختار فين؟ خسارة هتختاري ايه؟ سالب 16. برافو عليك. طيب اللي بعدها. معلش سوري. 15. هنختار مين؟ سالب 15. ايوه كده شطورة. السؤال اللي بعدها. خلي بالك قال لك تحت الصفر. هنختار مين؟ سالب 4. سالب 4. برافو عشان دي تحت ليه الصفر. طيب عمق بئر 3 متر تحت سطح الأرض، يعني ايه تحت؟ هنختار يعني مين؟ سالب 3. برافو عليك. طب فازت راهف بالمسابقة بالمرتبة الأولى. هنا فازت فازت بالمرتبة الأولى، يعني ايه المرتبة الأولى؟ اللي واحد. بس عشان هو قال لي الأولى. ايه اسمه؟ ما جابليش رقم بس قال لي كلمة الأولى. طب وضعت جنى في حصالتها 20. اذا هي حطت 20 يبقى كام؟ 20 بس. 20 بس بالموجب. طب صرفت بقى 100. سالب 100. برافو عليكي شاطرة. طب لم تربح ندى، ما نجحتش اصلا ولا ربحت ولا خدت اي حاجة خالص. صفر. برافو شطورة. طب وفرت دانا 16. دي وفرت يعني شالت يعني حوشت 16 بالموجب. بالموجب. برافو عليك. طيب يلا السؤال اللي بعده، درجة حرارة جسم الإنسان 37. ولا قال لي موجب ولا قال لي نزلت ولا قال لي حاجة. قال لك درجة الحرارة عادية 37. برافو عليك. طيب اللي بعدها ربحت.
100 100 بالموجة. بالموجة. آخر حاجة طبعا اللي فاضلة خسارة، قلنا خسارة بتبقى بالإيه؟ بالموج خسارة. بالسالب. أيوة كده، شفتي بنغلط إزاي في الحاجات التافهة دي؟ برافو عليكي، كله صح. عادي، برافو عليكي يا كوكو. تمام كده، تمام. يلا ناخد اللي بعده، نحل واحدة تاني وبعد كده نرجع تاني. معانا لعبة تاني، أنا جايبة واحدة على كل مسألة خدناها. ما ظهرتش لي دي، جاهزة؟ جاهز. لا دي حل، دي استني كده، خلاص احنا نخرج منها خالص عشان مش راضي يجيب لي اللي احنا عايزينه. يلا بينا نرجع تاني، ماشي. يلا نفتح تاني السؤال. معلش، ناخد بقى المقارنة. يعني ايه مثل المقارنة؟ لما اجي اقارن ما بين الرقمين يا روجي، يعني دلوقتي اجي اقول لك الخمسة ولا الأربعة، مين أكبر؟ الخمسة الخمسة. طب السالب خمسة ولا السالب أربعة؟ سالب أربعة. السالب أربعة. احنا هنا خدنا الأعداد المتعاكسة، هناخد بقى الدرس التاني اللي هو مقارنة الأعداد. كده كده الدرسين دول سهلين، عشان كده أنا هشرح درسين، اتفقنا؟ والدرس اللي بعديهم برضو سهل، يلا بينا. بصي يا ستي، احنا هنا هنيجي نقارن ما بين الأعداد. ايه مثل المقارنة ما بين الأعداد؟ دلوقتي لما أجي أقارن، احنا قلنا الصفر ولا موجب ولا ايه؟ ولا الايه موجب ولا ايه؟ الصفر ولا موجب ولا ايه؟ ولا سالب. طيب لما أجي قلنا خط الأعداد كده، أنا يميس ماشية كده، هزيد ولا أقل؟ هزيد هزيد. طب ماشية العكس، هزيد ولا هقل برضو؟ هقل بس كده نزيد وكده نقل، كده تقل يميس اللي هي العكس، أما كده بتزيد. طب تعالي نحط كده نشوف هنا، تعالي أول سؤال بيقولك التلاتة ولا السالب خمسة؟ طب أنا يميس أفرق إزاي؟ أشوف الأول العدد موجب ولا سالب؟ التلاتة أكبر ولا السالب خمسة؟ تكسبي ثلاثة تلاتة ولا تخسري سالب خمسة؟ ثلاثة التلاتة. برافو عليك. طب تاني واحدة، التلاتة ولا السالب أربعة؟ الثلاثة التلاتة برضو. طب نيجي دي، خمسة ولا سالب خمسة؟ خمس خمسة. طب نيجي للي بعدها، اتنين ولا سالب أربعة؟ اثنين اتنين. طب نيجي للسؤال اللي بعدها، اتنين ولا صفر؟ مين اللي اثنين أكتر؟ اتنين. طب السالب خمسة ولا التلاتة؟ التلاتة التلاتة. طب أجي سؤال تاني وأعملهولك كده، معلش أنا بقى برخم بقى، ماشي؟ أجي أقولك السالب واحد ولا السالب اتنين؟ مين أكتر؟ السالب واحد السالب واحد. ليه يا ميس؟ عشان احنا قلنا في الأعداد السالبة بيبقى مين؟ بيبقى العكس. طب السؤال بيجيلي كده بس؟ لأ، بيجيلي بقى بيقول لي رتب من الصغير للكبير. طب احنا لما نيجي نرتب من الصغير للكبير لازم نفنط الاول الارقام. يعني ايه نفنطها؟ يعني من الصغير انا هبدا بالاعداد السالبه ولا الاعداد الموجبه؟ الأعداد المجاورة. لا. طب تعالي هنا بقى، تعالي بقى هنا للحته دي، نجيب صفحه كده حلوه تاني برضو عشان نحلها مع بعض. بصي يا ستي، انا لو انا عندي مثلا 3 وسالب 3 وسالب 4، انا عايزه ابدا من الصغير، مين اصغر واحد فيهم؟ السالب أربعة. يعني هنا هبدا من السوالب، صح؟ يبقى انا لما اجي ارتب الاعداد انا هبدا من الاعداد السالبه. طب هبدا من السالب، السالب 4 ولا السالب 3؟ احنا المفروض في السوالب يبقى العكس، يبقى ابدا بسالب مين؟ يبقى سالب أربعة 4، بعد كده سالب مين؟ سالب ثلاثة بعد كده الثلاثه. طب تعالي كده نرتب دي، لو قلت لك سالب 9 وزيرو واحد وثمانية وسالب اتنين، تعالي نرتب كده من الصغير برضه. تعالي يا ميس نرتب، احنا قلنا من تسعة الصغير نبدأ بالسوالب. مين سالب تسعة السوالب؟ عندي سالب 9 وعندي سالب كام؟ اثنين اتنين.
طب هتبدأي بمين؟ بسالب 9 ولا بسالب 2؟ سالب 9. يبقى سالب 9. طب بعد كده، بعد السالب 9 سالب 2 سالب 2، بعد السالب 2، الزيرو. أيوة، يبقى ما بين الأعداد السالبة والأعداد الموجبة بيبقى موجود مين؟ الزيرو. يبقى أحط في النص الزيرو. طب بعد الزيرو هنختار بقى عادي الصغير، الواحد ولا الثمانية؟ الواحد وبعد كده الثمانية. بعد كده الثمانية. خلاص كده أنا قلبت الثمانية، بعد كده الثمانية. طب سؤال تاني، لو جيت قلت لك سالب 2، سالب 4، سالب 9، سالب 20، سالب 100، مين؟ يعني 100. ايوه، محد ايه ده هيجي يقول لي لا ده المية دي اكبر حاجة. بس ده بالسالب، يعني كأني خسرت. يعني لما اجي ابدأ بالسالب يبقى اقول سالب 100، اصغر حاجة سالب 100. طب بعد السالب 100 تختاري مين؟ سالب 20. سالب 20. برافو عليك. طب بعد السالب 20 عندي رقمين سوالف، عندي كل ده سالب. 9 سالب 9 سالب 9. برافو عليك. طب بعد السالب 9 سالب 4 سالب 4. برافو. بعد السالب 4 سالب 2 سالب 2. خلاص كده عرفنا بنقارن ازاي. طب لو جيت قلت لك بقى انا عايزه كل ده من الصغير، لا انا عايزه بقى من الكبير، جبت لك 20 سالب 20، 30 سالب 8، سالب 1. عايزه بقى من الكبير هنا، من الاكبر للاصغر. ال30. أول حاجة أنا عايزة الكبير، هبدأ بمين؟ بال30. برافو عليك. بعد كده 20 ال20. تمام. بعد كده سالب 1 أيوه، برافو عليكي. أنا برضه قلت هتتلخبطي فيها. يبقى في السوالب كل ما الرقم ما يبقى صغير كل ما الرقم ما يبقى كبير. أنا عندي سالب 1 وسالب 8 وسالب 20، يبقى أبدأ بمين الأول؟ بالسالب إيه؟ أنا برافو، سالب 8. بعد كده سلم 20 سالب 20. شطورة يا رودي، برافو عليك. سهل ولا صعب؟ صح. يلا بقى نحل، يلا نرجع نحل. يلا احنا كنا في السؤال اللي تحت ده، بيقول لك هنا رتبي من الأصغر، عايز من الأصغر للأكبر. يلا نبدأ من الصغير، مين أصغر واحد في دول؟ الأصغر سالب 13 أيوة كده، يبقى أبدأ بسالب 13. بعد كده سالب كام؟ سالب 5 برافو. تمام. بعد كده سالب 1 سالب 1. بعد كده 0 0. بعد كده 12 12. بعد كده 35 برافو عليك. سهلة ولا صعبة؟ صح. تمام، برافو عليك، شكرا. يلا ناخد اللي بعدها، يلا نحل اللي بعد. يلا يلا، دول عليهم 10 درجات، اتفقنا؟ يلا حلي أول سؤال، أنت اللي هتحلي كل ده. ده على الدرس الأول والتاني. أصغر عدد صحيح موجب هو مين أصغر عدد صحيح موجب؟ الواحد. الواحد. برافو عليكي. طب يلا السؤال اللي بعده، العدد نقط ليس عدد موجب وليس عدد سالب. 0 برافو، شطورة. طب أكبر عدد صحيح سالب؟ أكبر عدد صحيح سالب، هو مين؟ أكبر عدد صحيح سالب هو الواحد. 1 ولا نكتب سالب 1؟ سالب 1 ايوه كده، ركزي. ها، سالب 1. طب لا اجي اقول لك معكوس العدد 10، 10 معكوسها ايه؟ سالب 10 ايوه كده. طب العدد السابق لسالب 5، قلت لك السابق يعني بناخد الصغير يعني الاصغر من السالب 5. سالب 6 ايوه كده، السابق يعني الصغير. طب معكوس العدد سالب 7 سالب 7 يبقى 7. طب بيقول لك أكبر عدد صحيح غير موجب، أكبر غير عدد موجب، صحيح خلي سبعة بالك، قال لك غير موجب يعني سالب، كلمة غير موجب هنا بيلخبطك. يا ميس، عشان قال لي هنا غير موجب يعني سالب، يعني كأنه بيقول لي أكبر عدد صحيح سالب، فالسؤال ده بيلخبطك فيه.
كلمة غير موجب يعني ايه؟ يعني سالب، كانه بيقول لك اكبر عدد صح سالب. أكبر عدد صحيح سالب هو الواحد. لا اكتب واحد ولا اكتب سالب واحد؟ واحد سالب واحد. يلا العدد الصحيح المحصور، انا عايزة عدد ما بين السالب 5 والسالب 7. سالب 6. سالب 6. طيب درجة الحرارة 8 درجات تحت الصفر، هكتبها ازاي؟ 8 سالب 8. ايوه كده سالب 8، برافو. طب السؤال اللي بعده، سالب 6 اكبر من مين؟ أكبر من سالب 7. برافو عليك، برافو عليك، 10 من 10. درس سهل اصلا صح؟ أي الوحدة كلها اصلا سهلة جدا. طب يلا بيقولك لاحظ على خط الاعداد، انا عايزة اعمل البوينت دول. ليه هو بيقول لي ثم اكتب الاعداد الصحيحة المحصورة ما بين كام وكام؟ 5 وسالب ايه؟ خمس سالب ادي خمسة. الخمسة، ادي الخمسة اهي، وادي السالب 5 اهي. عايزة الأعداد المحصورة اللي ما بينهم، يعني هتاخدي مين ومين؟ أنا عايزة كده زي دول، يعني أنا اخترت هنا 5 وسالب 5، أختار مين ومين؟ يعني 4 ومين؟ 4 وسالب 4. طيب وتلاتة ومين؟ 3 وسالب 3. طيب واتنين ومين؟ 1 وسالب 1. تمام. والصفر مع حد ولا كده لوحده؟ لا لا الصفر بيبقى لوحده، الصفر بيبقى ليه؟ الواحد. طب هسألك سؤال بقى وانت هتجاوبولي، اتفقنا؟ لو انا تمام. رسمت لك رسمة زي كده، عملت لك دايرة كده، ورحت رسمة رسمة تاني جواه، ورحت رسمة تاني رسمة جواه، وكتبت لك دي عين، دي عين يعني أعداد العد، ودي طه يعني الأعداد مين؟ طبيعي. طبيعية، ودي صاد يعني الأعداد الصحيح، ورحت مكبرة كده خالص وقلت لك دي نون، آخر رسمة طلعت مني شكلها مش حلو، دي نون، اتفقنا؟ أنا عايزاكي هنا بقى تفصصيلي الأرقام دي، شوفي هتحطيها فين، يعني هديكي مثلا 3 سالب 5 واتنين ونص وصفر وسالب 6 وتلاتة ونص. يلا نبدأ، التلاتة دي هكتبها في مين؟ في دول أعداد العد. أعداد العد، يعني التلاتة هنا، هكتب حاجة تاني معاهم؟ لا تمام. طب طه أكبر منها بشوية، هنكتب يعني مين؟ زيرو زيرو. الزيرو. هكتب حاجة تاني معاها؟ لا هنكتب التلاتة، هي التلاتة موجودة في الطبيعية صح؟ طب ما التلاتة خلاص موجودة، هي ميز جوه، جوه الدايرة بتاعت طه، خلاص مش هكتبها تاني. معناها إن عين جزئية من مين؟ انت من طه. طب في الصاد هكتب هنا إيه بقى؟ هكتب 2.5. يا لا شيخة سالب 6 أيوة كده، سالب 6 وإيه تاني؟ سالب 5. والسالب 5. الاتنين ونص عدد صحيح؟ لا مش عدد صحيح. يلا آخر حاجة بقى الأعداد مين؟ الأعداد الصحيحة 2.5 و3.5. لا دي اسمها النسبية، نسبية اسمها ايه؟ اتنين نسبيا ونص وتلاتة ونص يعني أعداد نسبية، خلاص كده اتفقنا؟ طب ده معناه ايه بقى؟ إن عين جزئية من مين؟ انصاف. وطه جزئية من مين؟ انصاف وصاد جزئية من مين؟ من نور نون دي يعني نسبية، نون دي يعني ايه؟ ازاي؟ طب انت طب انت فاكرة يعني ايه جزئية ويعني ايه ليست جزئية؟ كانت دي اسمها ايه؟ ينتمي، دي كان اسمها ايه؟ ينتمي، ودي كان اسمها ايه؟ وعكسها لا ايه؟ فاكراهم ولا مش فاكراهم؟ شكرا. مش فاكراهم، دول كانوا بتوع سنة 5 السنة اللي فاتت، دي كان اسمها ينتمي ودي اسمها لا ينتمي. طب والعلامة دي كان اسمها جزئية ودي ليست جزئية، يعني اجي اقول لك عين جزئية من الأعداد الطبيعية ولا ليست جزئية؟ أنا عايزة هنا تختاري، ينتمي ولا لا ينتمي ولا جزئية ولا ليست جزئية، هنختار يعني مين؟ أولا هي عندي عدد ولا مجموعة من الأعداد؟ ينتمي
لا ما ينفعش اقول لي ينتمي ليه، عشان عين دي مش عنصر واحد، ينتمي ولا ينتمي. كنا السنه اللي فاتت كنا بندولكم ان ده عنصر واحد، يعني مثلا اجي اقول لك 3 4 5 6 ساعتها اقول ينتمي ولا ينتمي. اما هنا عندي عدد ولا مجموعه من الاعداد، ما من الأعداء. يبقى ما ينفعش اقول ينتمي ولا ينتمي. اتفقنا؟ خلاص سيبك منها، انا كنت بس عشان افهمك ان عين جزئيه من مين؟ من طه، من طه. طب طه جزئيه من مين؟ من صاد، صاد. طب صاد جزئيه من مين؟ من نون. من نون. خلاص كده اتفقنا، يبقى كل دول جزئيه من بعض، ما ينفعش اختار ينتمي. ليه يا ميس ما ينفعش اختار ينتمي؟ عشان العين دي مش رقم واحد، دي اسمها مجموعه، ودي اسمها ايه؟ مجموعه، ممنوع. واللي تحتها اسمها مجموعه. يلا بينا نحل بقى، يلا نحل. جاهزه؟ جاهز. يا حاج 11 سؤال من 11 درجة، يلا ابدأي. معكوس العدد 5 هو سالب 5. ماشي، تاني ب5 اللي بعد. أكبر عدد صحيح سالب هو سالب بسرعة. 1. طيب يلا اللي بعده بسرعة. عدد سالب 7 لأكبر من العدد سالب 2 من سالب 15. ايوه كده، انت هتقوليها غلط خلي بالك. يلا، اصغر عدد صحيح موجب. أصغر عدد صحيح موجب هو الواحد. ماشي، كل الاعداد الموجبه مالها بقى؟ اكبر ولا اصغر ولا تساوي ولا غير ذلك من الصفر؟ أكبر من الصفر. ماشي، برافو عليك. يلا السؤال اللي بعد، اكبر عدد صحيح غير موجب. خلي بالك قالك خير، سالب 1. سالب واحد. السؤال اللي بعده، العدد نقط ولا موجب ولا سالب؟ الصفر. خلي بالك، خدتي بالك ان الاسئله بتتكرر معاكي؟ فالاسئله بتتكرر دي هي دي اللي بتيجي في الامتحان، يعني العدد نقط ولا موجب ولا سالب ده بيتكرر في الامتحان، اكبر عدد صحيح غير موجب ده برضو بيتكرر في الامتحانات في اخر السنه يعني. يلا السؤال اللي بعده، رقم سالب ب ولا سالب 12 مين اللي اكبر؟ سالب 12 اللي هي رقم ب. برافو عليك. يلا العدد السابق، قلنا السابق يعني ايه؟ اللي قبله لا قل، يبقى مين؟ السالب 6. سالب 6. سالب 6. للأسف غلط، مش احنا قايلين في حاجة اسمها السابق والتالي؟ التالي يعني الأكبر. طب ما كده سالب 6 أكبر من سالب 7 ولا أقل؟ أكبر. طيب مش قلنا السابق دي يعني القليل؟ القليل دي يعني مين اللي اقل من السالب 7؟ سنة 8. بس كده، وحلنا على فكره بس انتي نسيتيها. يلا عايزين العدد التالي للاعداد دي، عندك 2 1 0 سالب 1، مين اللي هتختاريه بعدها؟ إيه بعد العدل. بعد السالب 1 هنحط هنا مين؟ عايزين نحط هنا رقم. سالب 2. بس كده. يلا السؤال اللي بعده، 7 أكبر من مين؟ إيه؟ من 17 سالب 17 أيوة كده، خلاص كده خدنا 10 من 11، خدنا 10 من كام؟ من 11. يلا بقى نحل بقى مسألة تاني، يلا بينا نروح. جاهزة؟ يعني جاهزة، يلا بينا. استنى احنا ما مسحناش ده، نلغي القلم، نشتغل العجلة الدوار. أنا هدور العجلة وتشوفي السؤال اللي هيقف عليه أنت اللي هتجاوبيه، اتفقنا؟ ماشي. هو برضو على المعكوس بحيث إن أنت تبقي خلاص فهمتي الدرس ده. نبدأ؟ نبدأ. يلا ندورها. أي يلا الرقم اللي هيقف عليه ولا هتجاوبيه؟ يلا عايزة المعكوس. صفر، هو صفر أصلا. هو صفر برضه. خلاص كده اتفقنا، يلا بينا. ده واحدة تاني، برافو عليك شاطر. يلا
هنشوف هيقف عند مين. لا يقف عليه انت، لا قوي. ماشي. سالب خمسة. يلا سالب خمسة. ايه خمسة خمسة. خمسة؟ برافو عليك، شطورة. يلا السؤال اللي بعده. هيقف لك عند مين؟ اتنين. اتنين المعكوس بتاعها. طب سالب اتنين. برافو. يلا نشوف السؤال اللي بعده. سالب أربعة. تبقى أربعة. أربعة، برافو عليك، شاطر. هيقف عند مين؟ اتنين. سالب اتنين. خلاص كده 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 الأسئلة بتتكرر، سهل ولا صعب؟ خلاص اتفقنا. آخر حاجة نحلها معانا، احنا خدنا خط الأعداد، عرفنا هنرسمه ازاي وهترسميه لوحدك. احنا كده خدنا الدرس الأول والدرس التاني، اتفقنا؟ ايه يلا بينا. نفس اللي احنا خدناه، هو عايز الرمز بي. يلا قولي لي بي هنا هيبقى رقم كام؟ سالب أربعة. برافو عليك، شاطر، جود. يلا السؤال اللي بعده. عايز سي، ده كده على خط الأعداد ماشي. سي هيبقى ايه؟ واحد واحد واحد. برافو، امال نايمة ليه يا حاجة؟ إعلان ساعتها ما بقول واحد واحد، انا مستمعاكي. طب يلا، ايه يلا بسرعة بسرعة إيه سالب ستة. بسرعة. سالب ستة، خلي بالك جيب وقت. سالب ستة، برافو. يلا السؤال اللي بعده. عايز اف. فين اف؟ اف اف كام؟ ثلاثة 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 ثلاثة. ثلاثة. أيوة برافو، صح، شطورة، برافو عليكي، شاطرة، برافو عليكي، صح، شطورة. يلا بقى ناخد حاجة تاني. بصي بقى يلا يا ستي، احنا كده خدنا كام درس؟ درسين. كده خدنا درسين، اتفقنا كده، اللي هو المقارنة والأعداد، وخدنا خط الأعداد. الدرس اللي بعده برضه سهل جدا برضه، بس مش هدولك النهارده عشان ما يكونش كتير عليك. هو اللي بعده بيتكلم عن حاجة اسمها القيمة المطلقة. القيمة الإيه؟ كده كده دلوقتي الحصة هتفصل مننا. القيمة الإيه المطلقة؟ هناخدها المرة الجاية، بس برضه الحصة الجاية عندنا امتحان، تمام؟ والواجب اللي هتاخديه على الدرس الأولاني والدرس التاني بتاع الوحدة التانية. شفتي الواجب اللي بعديه؟ بس ما أيوة. نبعتش الواجب متأخر، نبعت الواجب بدري شوية، عشان انت ما فاتت بعت الواجب متأخر، هنبعت الواجب بدري شوية، اتفقنا؟ فانت هتبعتي لي الواجب بدري، يبقى احنا كده هنحل على انهي درس؟ هبعت لك الصفحات ولا انت عارفاها؟ اول درس ايه؟ خلاص اول درس وتاني درس، اتفقنا؟ طب الدرس اللي بعده سهل برضه، هي الوحده دي كلها سهله، هتخلص الحصه اللي جايه ان شاء الله. هي الوحده التانيه دي تخلص الحصه اللي جايه. بيتكلم عن حاجه اسمها القيمه المطلقه. ايه القيمه المطلقه؟ اكلمك عنها سريعا كده. بيبقى عباره عن عصايه وعصايه، يعني عصايتين واقفين كده ما بين الرقم. طب العصايتين دول بيعملوا ايه؟ كل اللي هم بيعملوه ان هم بيلغوا السالب. بيلغوا مين؟ السالب يعني لو قلت لك القيمة المطلقة لسالب خمسة هتطلع كام؟ خمسة. طب القيمة المطلقة لسالب ستة هتطلع كام؟ طب بتتكتب ازاي يا ميس القيمة المطلقة دي؟ أوريكي. بصي بتتكتب ازاي عشان برضه تبقي عارفة شكلها. بصي يا ستي، عشان احنا الحصة الجاية نخلص الوحدة دي، عشان الوحدة دي أصلا سهلة. نجيب كده اهو معايا، شايفة؟ ايه بصي خليكي معايا، انت النهارده ما خدتيش امتحان، بس انا هبعت لك امتحان على الوحده كلها ماشي. ماشي. هبعت لك امتحان بس صغير. بصي يا كوكو، بص، القيمه المطلقه بتبقى عباره عن عصايه كده وعصايه كده، دي اسمها ايه؟ القيمه الايه المطلقه. عباره عن عصايتين، عباره عن كام عصايه؟ اثنين. انا كتبت الكلمه ايه ده، استني كده انا هنصحها واكتب لها. اه، عصايه وعصايه،
دي اسمها القيمة المطلقة. القيمة الايه؟ المطلق. طب بتعمل ايه؟ كل اللي هي بتعمله ان هي بتلغي السالب، بتلغي الاشارة الايه السالبة. يعني اجي اقول لك القيمة المطلقة لسالب 7 هتطلع بره كام؟ سبعة طب اجي اقول لك القيمة المطلقة لسالب 9 تطلع بره كام؟ تسعة طب اجي اقول لك القيمة المطلقة لسالب 4 تطلع بره كام؟ أربعة طب اجي اقول لك القيمة المطلقة ل2 تطلع بره كام؟ سالب اثنين لا بقى، اثنين اثنين انا كنت متاكده ان انت هتقولي كده والله العظيم. لا يعني القيمه المطلقه كل اللي بتعمله ان هي بتلغي السالب، بس بتزود سالب. لا ما بتزودوش، هي بتلغي السالب بس. طب لو السالب مش موجود خلاص، هو الرقم بينزل من غير سالب، يبقى تنزل بره كام؟ غير سالب. 2. هي بتلغي السالب. طب لو السالب مش موجود خلاص، خير وبركه، هو مش موجود خلاص، هنعمل بيه ايه؟ طب اجي اقول لك القيمه المطلقه لاكس بتساوي 5. طب انا عايزه اكس، هتبقى سالب 5. لا هتبقى رقمين، يا سالب 5 يا 5. ما هي ممكن تبقى سالبة وممكن تبقى موجبة، أنا مش عارف. يبقى هنا لما أجي أختار، أختار سالب 5 و5، أختار رقمين، هكتب كام رقم؟ أجي رقمين. أقول لك إكس بتساوي كام؟ 1. أنا عايزة إكس، إكس هنا تبقى بكام أو كام؟ واحد أو سالب واحد. 1 أو سالب 1. اتفقنا؟ سهلة ولا صعبة؟ خلاص كده اتفقنا؟ إن شاء الله نكمل الحصة الجاية، اتفقنا؟ على القيمة برضو المطلقة، أهم حاجة نحل على الدرس الأولاني والدرس التاني ونبعت الهوم ورك. وأنا هبعت لك دلوقتي امتحان صغير، ماشي؟ ماشي في ورقة كده، اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي يا كوكو، يلا عايز حاجة؟ باي. باي باي.